مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الرياضي الخاص، لقاء أتشرف فيه باستضافة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، رئيس الاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. لقاء رياضي سنتطرق فيه لبعض النقاط الساخنة، ولكنها كلها تتمحور حول موضوع واحد، كرة القدم الآسيوية. سمو الأمير علي بن الحسين، مرحبا بك في سكانيز عربية. بارك الله فيك. أولا بتواجدكم هنا في مدينة دبي الإماراتية، أطلقتم مبادرة لتنمية وتطوير كرة القدم هنا في المنطقة، في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بعض أهداف هذه المبادرة. والله الحمد لله، يعني إحنا منذ البداية اشتغلنا على تفكير أنه عالميا وخاصة آسيويا في مجال كثير للتطوير، فلذلك بدأنا مع المشروع، وأنا كثير سعيد أنه الآن في شركات مثل بيبسيكو الآن يدعمنا في 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 هذا المجال، لأنه كرة القدم مش بس فقط للبطولات، إنما تنمية ورعاية شبابنا وشاباتنا قاريا، وأعتقد أنه في مجال كبير وواسع لهذا الشيء، وما في سقف إلها. فإن شاء الله من ضمن هذا البرنامج اللي صرنا من فترة نشتغل عليها، أن نقدر نساعد تنمية ورعاية شبابنا وشاباتنا. من طبيعة الحال كرة القدم الآسيوية هي حديث الشارع الكروي هنا الآن في المنطقة، أيام قليلة تفصلنا على الانتخابات، هل هناك من بوادر بأنه سيتم الاتصال لاتفاق حول مرشح واحد لخوض الانتخابات؟ أنا أعتقد إن شاء الله، يعني هذا سمة الديمقراطية. بالعكس، يعني إحنا كان عندنا في غرب آسيا اجتماع وكان علينا متطلبات لدى أي مرشح، وأعتقد أنه هذا الطريقة السليمة، ويعني بنفس الوقت يعني الأهمية أنه يكون أي مرشح أي فكر عنده مبنية على مشروع من أجل تطوير كرة القدم، وأنا عندي لدي أفكاري في هذا الموضوع. يعني لأنه بعد الاجتماع عمان خرجتم بتصريحات كلها تشير إلى أن كانت تصريحات إيجابية، حتى بعض المشاركين في الاجتماع خرجوا بنفس التصريحات، لكن الكل يشير إلى أن المجتمع كان فاشل لأنه لم يتم الاتصال للهدف المنشود من الاجتماع الذي كان هو الوصول إلى اتفاق حول مرشح واحد. لا بالعكس، أنا أعتقد أنه كان في نجاح كبير في هذا الاجتماع، وأنه يكون في فكر واضح من أجل تطوير كرة القدم، هذا أهم شيء بالنسبة لي، وأيضا يعني التركيز تكون على بناية كرة القدم من تحت لفوق، يعني فإن شاء الله أنا متأمل كل الخير في مستقبل كرة القدم في آسيا، رغم الظروف الصعبة اللي مرينا فيها، لكن إن شاء الله نتمنى كل خير. سمو الأمير، خلال الاجتماع لوحظ غياب أحد المرشحين، هو المرشح البحريني، البعض فسر موقفكم أو ردة فعلكم من هذا الغياب بأنه كان دفاعي، كان في موقف دفاعي عن الغياب بدل من موقف عتاب على الدفاع. البعض ذهب إلى حد اتهامكم بأنكم تدعمون أو تساندون المرشح البحريني. بالعكس، أنا على اتصال دائم مع الجميع، وإن شاء الله يعني نتأمل خير لكرة القدم، هذا أهم شيء، يعني بغض النظر عن أي شيء ثاني. لكن لما نحكي مثلا عن المشروع اللي شغالين عليه، هذا كان وعد من عندي لما أنا رشحت حالي للانتخابات، ولذلك نرجو من جميع المرشحين أنهم يفكروا ويوضحوا للناس ماذا هو
البرنامج والفكر اللي عندهم، وأنا على حوار معهم دائما وأبدا. لا أحد ينكر الجهود التي تبذلوها لرد الصدع العربي في هذا المجال، كذلك لتطوير كرة القدم سواء العربية أو الأسيوية، لكن وضعكم في هذا الموقف جعلكم تقريبا الكل يتهمكم إما من هذا الجانب ولا من هذا الجانب، لأنه حتى في اتهامات بأنكم تساندون، أنا تحدثت عن مساندتكم، الاتهامات بمساندتكم للمرشح البحريني، في البعض يتهمكم بمساندتكم للمرشح الإماراتي. يعني أنا ما أدخل بأمور ربما شبيهة بالسياسة، يعني بكرة القدم، يعني حتى بالفيفا نفس الشيء، ما يعني هذا مش اهتمامي، إنما يعني الهدف الأبرز اللي هو ماذا يريد لاعبين، مدربين، الجمهور لكرة القدم في آسيا. وأعتقد إنه آسيا قادرة على التنمية بشكل عظيم، يعني عندنا قدرات، وهذا هدفي الوحيد إن شاء الله. هل سنرى قريبا سمو الأمير رئيسا للفيفا؟ لا يعني أنا بس بالخدمة لمصلحة الكرة الآسيوية إن شاء الله. دائما لمصلحة الكرة الآسيوية، هل تودون عمل أي شيء لمعالجة هذه المفارقة في الكرة الآسيوية؟ لماذا يحتاج رئيس الاتحاد الآسيوي خوض انتخابات للحصول على عضوية المجلس التنفيذي للفيفا؟ والله يعني هذا يعني موضوع عم نتكلم فيها، وخاصة بالفيفا، يعني هذا يعني لابد من بعد الانتخابات القادمة انه نفكر بايش مستقبل آسيا، علما بانه 2015 راح يتم كمان انتخابات لرئاسة الاتحاد الآسيوي. فلذلك قبل ذلك لازم نفكر في كل المواضيع هذولا، وكمان ايضا فيفا، يعني انا اعتقد انه آسيا يعني كأكبر قارة لها بس فقط 4 مقاعد، لابد من زيادة ذلك. فأنا يعني عم بفكر بهذا الموضوع، ومساعدة ومساندة الجميع ودعمهم إلي مهم جدا من أجل مصلحة قارتنا. سمو الأمير، غالب الظن بعد الأخبار التي ترد تقريبا كل يوم من كل مكان، كل الدول التي لا علاقة بالانتخابات اتحاد آسيا، وأنه غالب الظن سيكون هناك 3 مرشحين في 2 مايو، مرشحين عربيين إضافة إلى المرشح التايلاندي. البعض يشير إلى وجهة الصوت السعودي، البعض يشير إلى وجهة الصوت القطري أو الصوت الكويتي، أين هي وجهة الصوت الأردني؟ والله أنا الصوت مع المرشح الأفضل فقط، وأعتقد أن يجب على المرشحين نفسهم أنهم يتفقوا مع بعض في ماذا الأفضل. نعم، أخي سؤال سمو الأمير، في حالة لو تقدم فقط مرشحان عربيان إضافة إلى المرشح التايلاندي، هل تتكون هناك فرص أقوى للمرشح ليكون هناك رئيسا عربيا للاتحاد الآسيوي؟ والله أنا طبعا بحوي الجميع. الاجتماع الوحيد اللي أصبحت كانت لغرب آسيا في عمان، واستمتعت لآرائهم في هذا الشأن، وأتمنى أنه يكون في مرشح قوي. إنما كمان لازم نفكر في المستقبل، في تطوير كرة القدم، في هدف وبرامج، مش بس فقط الآن إنما لعدة سنين. يعني حتى إذا قلنا ب 2022 في كأس العالم في منطقتنا، هذا شرف لنا. فلذلك لازم نفكر في كيف نصل لهالمرحلة، ونكون كمان قادرين على المنافسة، وأن نطور آمال الجميع، لاعبينا ومشجعينا بالأخص، لأنه هذا هو كرة القدم، يعني ليست هو سياسة فقط، إنما
هدف برامج لتطوير هذا اللعبة، وهذا هدف الوحيد فقط. يعني. سمو الأمير، كنت قلت بأنه السؤال الأخير، لكن أشرتم إلى كلمة كأس العالم. هل أنتم مع إقامة بطولة كأس العالم في فصل الشتاء في قطر؟ هل أنتم مع فكرة إقامة بطولة كأس العالم بقطر 2022 في فصل الشتاء بدل فصل الصيف؟ والله هذا الأمر ترجع لأخواننا في قطر. يعني احنا كان عندنا بطولة آسيا في الشتاء كانت ممتازة، وأنا أعتقد أنه أي بلد إذا عندكم في كل العالم إذا عندهم الإمكانيات والقدرة يجب عليهم أنهم يستضيفوا كأس العالم، وقادرين إذا قادرين على ذلك فلذلك الأمر بترجع لهم وبنتابع إن شاء الله. إحنا أهم شيء إنه يكون في بطولة عندنا في منطقتنا، هذا شيء عظيم لنا إن شاء الله. وأهم شيء كيف ننافس في نهائيات كأس العالم إن شاء الله بإذن الله.